عن تردي الوضع الخدمي في العراق وفي الخصوص منها قطاع الصحة والتعليم، ينضم إلينا عبر سكايب من عمان أستاذ الإعلام في جامعة البتراء الدكتور عبد الرزاق الدليمي. دكتور عبد الرزاق مرحبا بكم. يعني العراق خرج من تصنيف جودة التعليم الدولي في وقت كان يحظى التعليم في العراق بسمعة طيبة خاصة في منطقة الشرق الأوسط، لكن السؤال هنا دكتور، لماذا هذا التراجع الكبير في جودة التعليم؟ من المتسبب في ذلك؟ شكرا جزيلا ورمضان مبارك عليكم وعلى كل المشاهدين الكرام. حقيقة نحن لا نتفاجأ، ولا أعتقد أن هناك مواطن عراقي يتفاجأ مما يصاب به بلده من نكبات كبيرة. بدأت هذه النكبات تتوالى وتتزايد بعد احتلال العراق في عام 2003، ومعروف في كل العالم إذا كنت تريد أن تجعل البلد يتراجع ويتخلف فعليك بالخدمات الصحية وبالتعليم. ولهذا السبب نرى أن هناك خطط وضعت، يعني في كل العالم الخطط توضع عادة لبناء المجتمع، تطوير المجتمع، تحسين أوضاع المجتمع، ولكن في العراق للأسف الشديد هناك قوى خططت لكي تحدث هذا التراجع الخطير وهذا التخلف الكبير في قطاع الخدمات الصحية، وأيضا في موضوع التعليم. هذا الموضوع الخطير جدا اللي كان حقيقة العراق يتميز به بالخدمات الصحية ويتميز أيضا بمستوى التعليم قياسا إلى الدول الأخرى في المنطقة التي كنا نتقدم عليها بمسافات كبيرة جدا. فإذا استهداف الجانب الخدمي الصحي واستهداف التعليم عملية مرسومة، عملية مخططة من قبل الاحتلال الأمريكي وأيضا من خلال ذيول الاحتلال وذيول النظام الحاكم في إيران لجعل العراق بلد متخلف، بينما معروف في كل العالم أن شعب العراق شعب ذكي والعراق يمتلك إمكانيات بشرية قبل امتلاك الإمكانيات الأخرى التي تتيح له فرصة أن يكون بلد متقدم متطور على مستوى العالم. ونحن نتذكر جيدا التقرير الذي نشر في نهاية السبعينيات بالضبط في عام 1979 الذي كان يقول العراق إذا استمر بهذه الخطة التنموية الانفجارية سيصبح واحد من 16 دولة متقدمة. طبعا من نقول 16 دولة متقدمة نقصد بها في مستوى التعليم، مستوى البحوث، وأيضا مستوى الخدمات التي تقدم للمواطن العراقي. طيب دكتور، بحسب الخبراء يعني يقولون بأن التعليم العالي يشهد انتكاسات كبيرة، يرجعون سبب ذلك إلى موضوع عدم تطوير المناهج وأيضا الفساد. برأيكم هل الموضوع يقتصر على المناهج وتطويرها؟ هو الحقيقة شوف الثمن خصوصا فيما يتعلق بالتعليم، التعليم يرتكز على مجموعة يعني أسس، منها المناهج التي تدرس، الأساتذة الذين يدرسون، البيئة الجامعية، يعني توفر بيئة مناسبة من البناء إلى الخدمات إلى التكنولوجيا، وأيضا إلى أيضا الطالب الذي يكون بالمستوى المطلوب. أنت تلاحظ في العراق منذ الاحتلال ولحد الآن هذه العملية الدائرية التي تبدأ من غياب الأطفال وتنتهي بدراسة الدكتوراه وثم تعود هكذا إلى رياض الأطفال، هذه الحركة كلها الآن لو نلاحظ أنها تعاني الكثير من الإشكاليات. وطبعا المشكلة الكبيرة الآن ليس فقط في تردي أوضاع التعليم العالي الرسمي الذي كنا نتفاخر به، وإنما الآن هناك كم هائل من الجامعات والكليات الخاصة التي حقيقة تتبارى في تخلف وفي تراجع مستوى التعليم في العراق. يعني تحولنا احنا من دولة تنتج العلماء إلى دولة تنتج المتخلفين وتحاول أن تضيع هؤلاء الطلاب في متاهات الطائفية ومتاهات أخرى لا علاقة لها لا بالعلم ولا بالتقدم بالنسبة للعراق. فإذا العملية التعليمية على مستوى التعليم العالي حقيقة تعاني من إشكاليات خطيرة جدا، وهذه إذا ما استمرت حقيقة ليس فقط ستخرجنا من مصاف الدول
التي لديها تعليم عالي، وإنما ستجعلنا في قعر التعليم على مستوى العالم. دكتور، بعد 2003 يعني أنشئت العشرات من الجامعات الأهلية في مناطق العراق المختلفة. أنت تفضلت وذكرت الجامعات الأهلية، ولكن دعنا نغوص في ذلك أكثر. هل تعتقد أن الجامعات الأهلية ساهمت بشكل مباشر أو غير مباشر في تردي التعليم في العراق؟ لأنها على سبيل المثال يعني تقبل الطلبة دون الالتفات إلى المعدل، وأيضا دون الالتفات إلى كفاءة وقدرة الطلبة. هل تعتقد ذلك دكتور؟ شوف، أنا ابن التعليم، يعني أنا بالتعليم العالي منذ أن كنت طالب إلى أن أصبحت عميد كلية، يعني هذه تجربة تقريبا من 1982 إلى حد هذه اللحظة. فأنا أعي وأعرف كل تفاصيل التعليم العالي بالعراق. أعطيك مثال، إحنا قبل 2003 لا يعطى التعليم للقطاع الخاص، يعني لا يوجد لدينا تعليم خاص، وإنما يوجد لدينا تعليم الدولة والمؤسسات المحسوبة على الدولة. طيب. ولذلك كانت الشروط والمعايير التي توضع لكل التعليم بالعراق، سواء كان تعليم جامعي يعني حكومي أو تعليم اللي هو قريب من الحكومة اللي هي النقابات والمؤسسات، اللي تخضع لنفس المعايير. يعني أنا أتذكر مثلا إحنا كنا شو نسوي مثلا حتى نضبط جودة التعليم في كل العراق من شماله إلى جنوبه. طيب. كان يسموه الامتحانات المركزية. الامتحانات المركزية أنك تأتي وتطلب المفردات للبرامج لكل المواد من شمال العراق إلى جنوبه، وكل أستاذ يقدم المفردات للمادة التي يدرسها. هذه المفردات تذهب إلى لجنة مركزية في وزارة التعليم العالي، ويأتون بشخص، يعني مثلا أنت حضرتك تدرس مادة التاريخ، خلينا نقول في البصرة، يأتون بأستاذ يدرس نفس المادة ونفس التخصص ونفس المفردات، يجيبون مثلا استاذ من الموصل، طبعا ما حد يعرف بالاخر هاي الماده وين تدرس. نعم. ولا الاستاذ منه، هذا الاستاذ يجي من الموصل يضع اسئله للمدرس الذي يدرس ماده التاريخ مثلا في جامعات البصره. نعم. ثم بالامتحان، انت يوم الامتحان الصبح تدخل الى القاعه مالتك وانت معك اسئله مالتك كمدرس التاريخ. نعم. تتفاجئ الساعه 8 الا 5 تاتي لجنه من الوزاره وتقول لك يا أستاذ فلان استريح في غرفتك، اليوم امتحانك امتحان مركزي. طبعا يجيبوا لك 10 أسئلة والطالب يجاوب من العشرة، 6 يجاوب. نعم. ثم تذهب هذه إلى لجنة أيضا متخصصين بالتاريخ من جامعات أخرى تصلح هذا الامتحان. فالأستاذ إذا جاب أكثر من 80 طبعا يكرم، إذا جاب 70 طبعا يعني ينبه أنه المفروض يكون يعني وضعه أفضل، يدرس أفضل. نعم. إذا جاب أقل من 60 طبعا يحاسب الأستاذ. فلذلك شوف، كل الأساتذة من شمال العراق الجنوبي يتوقعون أن امتحاناتهم ستكون مركزية، يعني بها ثواب وبها عقاب. الآن يا سيدي الكريم، وأنا نعم. أيضا في اطلاع مباشر على ما يجري في العراق، يعني الآن أكو جامعات وكليات جامعة بالعراق الحقيقة خارج التعليم، يعني خارج السياقات وخارج أبسط حدود التعليم أو شروط التعليم الصحيح، ليس في العراق وإنما في حتى الدول المتخلفة. الحقيقة أكو مشكلة كبيرة في العراق اسم التعليم الخاص، يعني التعليم الحكومي متخلف، فكيف التعليم الخاص اللي أصبح لكل من هب ودب؟ يعني الآن تخيل هناك جهات تمنح شهادات لطلاب وهم لم يروا الجامعة، ما شايفين الكلية، ما مداومين بالكلية. نعم دكتور. ويمكن منهم ناس الآن مسؤولين عندنا في الدولة العراقية للأسف الشديد يقودون البلد نحو مزيد من التخلف ومن التراجع. عبر سكايب من عمان أستاذ الإعلام في جامعة البتراء الدكتور عبد الرزاق الدليمي، شكرا جزيلا لكم.